ومن موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم. البداية مع صحيفة الأخبار: جبهة الجنوب، العدو يحاول فرض معادلات جديدة. وسع العدو الإسرائيلي اعتداءاته أمس شمال نهر اللايطان إلى أعماق جديدة تتجاوز 40 كيلومترا، مستهدفا منشأة صناعية في محيط بلدة الغازية الساحلية جنوب صيدا، مدعيا أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله. المؤكد أن العدو لم يخطئ في إحداثياته وأنه يعلم أنه استهدف منشأة صناعية لا بنى تحتية للمقاومة. النتيجة الأهم في كل هذا السياق أن المقاومة بكل أطرافها ليست في وارد الإذعان للشروط الإسرائيلية التي ستفتح الطريق أمام تغيير جذري في المعادلة التي تحمي لبنان، وأي اتفاق مفترض لاحقا سيكون محكوما بالتموضع التي ترى فيه المقاومة حفاظا على قدراتها الردعية والدفاعية. أضف إلى ذلك أن المقاومة حاسمة في مسألة أنها ليست في وارد فك ارتباط جبهة لبنان عن جبهة غزة، وهي أيضا لن تسمح للعدو بأن يفرض معادلة اعتداء ورد من جانب واحد، وهو ما كان حاكما على أدائها في الأشهر الماضية. وإذا كان أحد أهداف العدو من توسيع رقعة اعتداءاته على لبنان وإظهار سيطرته لطمأنة جبهته الداخلية، وخصوصا مستوطنين مستعمرات الشمالية الذين يبدون قلقا وانعدام ثقة تجاه المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل في ظل انعدام أفق الحلول الكفيلة بطمأنتهم حيال مستقبل وجودهم في الشمال، يتصرف هؤلاء على أساس أن لا دعوة قريبة محتملة إلى ما قبل 7 تشرين الأول 2023. وفي هذا الإطار ذكر موقع والا أنه بعد الإنذار الذي وجهته إدارة أحد الفنادق لمستوطني كريات شمونة بضرورة إخلاء الفندق مطلع آذار المقبل، رفض رئيس بلدية كريات شمونة الأمر واعتبره تهجيرا قسريا، وأحث المستوطنين على البقاء في الفندق حتى لو أدى ذلك إلى تصادم مع الجيش الإسرائيلي. نبقى في صحيفة الأخبار: وصفة واشنطن لإنهاء الحرب أعطونا انتصارا. ولد مخطط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة ميتا، ذلك أنه بدأ أقرب إلى محاولة بائسة تعبر عن فقدان الأدوات التي جرى استهلاكها في حرب عجز الجيش الإسرائيلي على رغم دعم الآليتين العسكرية والسياسية الأمريكيتين عن تحقيق أهدافه. وقد ظهر أنه أشبه بمطالبة من أفشل الخيار العسكري الإسرائيلي الأمريكي، وصمد في وجه همجيته بأن يعطي الفاشل بالسياسة ما عجز الأخير عن كسبه في ميدان المعركة. لكن هذين التباينين لم يدفعا الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لتنهي الحرب، بل هي أصرت على مواصلة دعمها وتأمين المعونة العسكرية والاستخبارية والسياسية للكيان، وخصوصا أن عجز الخيار العسكري عن تحقيق هدف سحق حماس لم يلغي ضرورة كسر الحركة وفقا للمصلحة الأمريكية. وعلى هذه الخلفية جاء المخطط الأمريكي لإنهاء الحرب وفق الآتي: أولا، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبل فصائل المقاومة في مقابل هدنة تمتد على عدة أسابيع والإفراج توازيا عن الأسرى الفلسطينيين. ثانيا، اعتراف السعودية وقطر ودول أخرى رسميا بإسرائيل والإعلان عن خطة لتطبيع العلاقات معها. ثالثا، الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح يجري التفاوض في شأنها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في حين يجري العمل على ترتيب سياسي أمني لقطاع غزة عبر قوة متعددة الجنسيات يكون طرف عربي جزءا منها مع تمكين مبطن للسلطة الفلسطينية. وتضاف إلى الخطوات المذكورة أعلاه بنود وتفاصيل أخرى، منها ما هو أكثر طموحا من مثل إعادة تشكيل الأحلاف في قيادة إسرائيلية لرعاية مصالح واشنطن بالوكالة عنها في الإقليم، فضلا عما هو أقل طموحا ويرتبط بمسائل الصورة والعلاقات العامة والمصالح الشخصية في الساحتين الإسرائيلية والأمريكية. نختم مع صحيفة الجمهورية: الملف الرئاسي لا شيء في الأفق يؤشر إلى الدفع نحو بر الانتخاب. الضياع هو عنوان الملف الرئاسي، فلا شيء في الأفق يؤشر إلى الدفع به إلى بر الانتخاب. اللجنة الخماسية تحركت أواخر الشهر الماضي عبر سفراء دولها في بيروت واستطلعت إمكان تحريك هذا الملف قبل اجتماعه على المستوى الوزاري في واحدة من عواصم دولها قبل زيارة مفادها جون إيف لودريان إلى بيروت. فلا لجنة اجتمعت ولا حضر لودريان ولا جديد حول تحركها، سوى ما قيل عن اجتماع سيعقده سفراء الخماسية اليوم في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.
حيال هذا التحرك أبلغت مصادر مواكبة الحراك الخماسية إلى الجمهورية قولها أنها لا تملك أي معطيات حول ما تقوم به اللجنة في هذه الفترة. وفي كل الأحوال أي حراك للجنة يؤكد أن الملف الرئاسي ما زال في دائرة المتابعة والاهتمام، لكن المهم هو أن يكون حراكا مجديا وأن نصل إلى نتيجة في نهاية هذا الحراك. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الخماسية كما أكد سفراؤها في لقائهم الأخير مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن مفاده هو أن اللجنة كناية عن مجموعة دعم ومساند للبنانيين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وأن لا مرشح لها ولا تضع فيتو على أي من المرشحين، ما يعني أن لا أساس في تحركها وهو لبننة الملف الرئاسي. ومن الصحف ننتقل إلى ضيف الموجز، ضيف الصحف ينضم إلينا عبر تطبيق زوم الصحفي توني بولس. صباح الخير لك أستاذ توني. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. بالبداية أستاذ توني، يعني مرة جديدة تعدى العدو الإسرائيلي على الخطوط الحمر وكسر قواعد الاشتباك واستهدف ليل أمس منطقة الغازية في جنوب لبنان، وادعى أنه استهدف مقر أسلحة لحزب الله، وهو استهدف مصنع لمنشآت صناعية، وهيدي مش أول مرة بيكسر هذه القواعد. برأيك لماذا اليوم إسرائيل تريد أن تجر لبنان وحزب الله إلى حرب مفتوحة؟ الحزب لا يريد أن ينجر إليها ولا يريد أن يجر لبنان معه إلى حرب واسعة. تماما، يعني بقت واضح ومكشوف انه ايران تعمل على كبح حلفائها في المنطقه، وهذا شيء شفناه في العراق عندما زار قاآني بغداد بعد استهداف القاعده الامريكيه بالاردن، وطلب منهم وقف اطلاق النار او استهداف القواعد الامريكيه، وبالفعل هذا الشيء توقف. وايضا ما سرب عن زياره عبد اللهيان الى بيروت، وانه طلب من الامين عام حزب الله يلتزم بقواعد الصبر الاستراتيجي وعدم التوسع بالقتال وعدم اعطاء ذريعه لنتنياهو للتوسع بالحرب اتجاه لبنان. بالواقع هناك تفاهمات يبدو بين ايران وبين امريكا لضبط الامور ولعدم انفلاشها. بالوقت الثاني عم نشوف انه اسرائيل عم تجرب انه تروح وتوسع المعركه اكثر وتستهدف العمق اللبناني، واليوم عم تعتبر انه عم تجرب تضغط على الراي العام الدولي وتروح باتجاه اقتحام منطقه رفح، وهي المربع الاخير المتبقي من قطاع غزه خارج سيطرتها المباشره. وبالتالي هذا واضح انه اليوم الرغبه الاسرائيليه بتوسيع نطاق الحرب صارت يعني مثبته على الارض. عم نشوفه في لبنان عبر توسيع استهدافاتها. طبعا لحد هاللحظه نقطتين كانوا بارزين بالتوسيع. اول مره عندما استهدفوا النبطيه واستهدفوا المبنى يلي سقط فيه مدنيين، وامس وقت استهدفوا الغازيه والمنشات الصناعيه فيها. ذريعه الاسرائيليين كانت انه في عمليتين، الاولى عمليه صفد واجت ردا عليها نبطيه، وثانيا استهداف او المسيره اللي بعد مجهوله هويتها يلي وصلت على منطقه طبريه بعمق حوالي 40 كيلومتر من الحدود اللبنانيه. يعني عم تعتبر اسرائيل انه هناك يعني توسيع من جانب جهه في لبنان. طبعا هالعمليتين حزب الله ما تبناهم وفي غموض حولهم، ومش معروف حتى الساعه اذا كان حزب الله هو اللي قام فيهم لاهداف معينه ام ان هناك جهه او طابور خامس. طبعا حسب المعلومات الجيش اللبناني يحاول ان يستقصي اذا كان هناك جهه تستخدم ارض الجنوب لتوريط لبنان اكثر في المعركه، او لتوسيع نطاق او اعطاء ذرائع لاسرائيل لتوسيع حربها في لبنان. ايضا يعني بالامور يعني اللي يعني الخطيره هو اللي الفيديو اللي سربه معهد ألما الإسرائيلي أمس عن وجود أنفاق وترسانة عسكرية لحزب الله في منطقة جبيل. هذا كأنه مؤشر أيضا أنه عم بتقول إسرائيل أنه في عندها هدف آخر ممكن توصل له إلى منطقة جبيل، وهذا خطير جدا وبيشير إلى الرغبة والإصرار الإسرائيلي لتجاوز الضغوطات الأمريكية وتجاوز أي الضغط الدولي وتروح باتجاه توسيع الحرب، لأنه نعرف كلنا سوا نتنياهو عم يستخدم هذه الحرب لترسيخ وجوده في السلطة
ولحتى يثبت انه هو قادر انه او يرجع يعيد الثقه للمؤسسه العسكريه يلي فقدت فيها هذه الثقه الشعبيه بعد 7 اكتوبر الماضي. نعم استاذ توني، بس اسرائيل اليوم كمان عندها هدف انها تعمل فتنه بين اللبنانيين، وقدرت تنجح اليوم انها تعمل هيدي الفتنه، والدليل انه اللبنانيين اليوم بيحملوا المسؤوليه الكبيره لحزب الله لتهجير اهالي الجنوب، وعم بيحملوه مسؤوليه انه هو عم بجر لبنان والجنوب لحرب. بخصوص النفق اللي عم تقول عنه بجبال، ما في شيء مؤكد لليوم انه حزب الله عنده انفاق بتوصل لجبال او بمنطقه جبال. اليوم اسرائيل عم تعمل فتنه انه نحن حنضرب جبال لانه موجود نفق لحزب الله، هذا الشيء مش مؤكد، هي عم تعمل فتنه مسيحيه شيعيه اذا بدنا نقول. تماما ملي نزل. واليوم اللبنانيه بعض اللبنانيه استاذ توني كمان يعني عم بيوافقوا على هيدا، عم يمشوا على هيدا المسار انه حزب يعني الله عم بجر لبنان لحرب. واليوم ما في شيء بدل بكل خطابات السيد حسن انه هو بده يفتح الحرب. أوكي، هي الإسرائيل عم تتعدى، ولكن نحن اليوم بعدنا ملتزمين بالحرب. مما لا شك فيه أنه حزب الله ما بيروح باتجاه توسيع الحرب، وهذا شيء أمر واضح لا حزب الله ولا إيران، وأنه رغبة توسيع الحرب رغبة إسرائيلية، وبقت هذا الشيء ثابت. ولكن يعني اللي سحب ذرائع اسرائيل يلي عم تستخدمها سواء باعلان انه في يعني ترسانه عسكريه في منطقه جبيل او غيرها من الذرائع، لازم يكون في توضيح سواء من حزب الله او من الدوله اللبنانيه لحتى تطمئن المواطنين وتقول اذا في وجود ولا ما في وجود، وانه وتثبت حالها الدوله اللبنانيه. ثاني نقطه، الذريعه الاساسيه موضوع 1701. 1701 هو يعني قرار دولي بموافقة جميع الأطراف اللبنانيين حصل بال 2006، وتطبيقه هو بيصبح أحد أبرز الذرائع اللي عم تزرع فيها إسرائيل، والاعتراض عليه هو مستغرب لأنه هذا الاتفاق أو هذا القرار ينص على إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان حتى هو يكون موجود منتشر، ما بعتقد الجيش اللبناني هو بيسبب فتنة أو في جهة لبنانية بترفض وجوده، لذلك يعني عمليا الإسراع بتطبيق هذا القرار بيسحب أكبر ذريعة من إسرائيل عم تتزرع فيها هي انه تهديد حزب الله في جنوب لبنان. هو حزب الله ما رفض القرار 1701، هو ما رفضوا للقرار، ولكن ليش شروط اليوم بس على حزب الله مش على اسرائيل كمان؟ ليش اسرائيل اليوم ما بتلتزم بالقرار وبتتنازل عن الاراضي المحتله؟ بالمقابل حزب الله هذا دور الدبلوماسيه اللبنانيه انه من خلال تطبيق هذا القرار تسعى لتحرير كافه الاراضي اللبنانيه المحتله، لا سيما نقاط 13 اللي هي متنازع عليها بين لبنان واسرائيل، تحسمها لهويتها اللبنانيه. والنقطه الثانيه هي مزارع شبعه، وطبعا مزارع شبعه بنعرف انه هي مرتبطه بقرار دول 1680 يلي بيرسم الحدود بين لبنان وسوريا، وبالتالي اذا الدوله اللبنانيه قدرت وصلت لتطبيق هذين القرارين تقدر تحرر اراضيها من اي احتلال، وتقدر بالوقت ذاته تسحب ذرائع اسرائيل، وما بنعطي ذريعه لا للاسرائيليين حتى يتوسعوا بالحرب تجاه لبنان. وثاني النقطه الاساسيه اللي عم نحكيها انه هذه فرصه ايضا لحتى نحشد دعم دولي للجيش اللبناني، يعني نعرف في مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وامكانيه تحفيز يعني قدرته على تطويع عناصر اضافيه لحتى يكونوا بالجنوب، هيدي فرصه للبنان لحتى نجيب هذا الدعم سواء لناحيه دعمه ماديا بقدرات تطويع او حتى يعني المطالبه بدعم عسكري ويكون يتمتع بسلاح استراتيجي يحمي لبنان من اي اعتداءات ويصير هو الجهه الشرعيه اللي ماسكه كافه الاراضي اللبنانيه، يعني قضيه الحدود في لبنان هي قضيه سواء الحدود الشرقيه او الحدود الجنوبيه هي مكمن ضعف للبنان وعم تسبب له دائما ازمات. بالحدود الجنوبيه اسرائيل عم تتزرع انه مش الدوله ماسكتها، والحدود الشرقيه ايضا عم يعني مفتوحه لعصابات تهريب وغيرها عم بتسبب لمشاكل للبنان، وخاصه بقضايا تصدير الكبتاغون والمخدرات الى خارج لبنان. ففعليا وجود الدوله على الحدود نقطه اساسيه لحتى يستقر الوضع ولتامين الامان للبنان، وهي فرصه برجع بكرر انه نجيب دعم دولي للجيش اللبناني. المجتمع الدولي صار عارف انه الجيش اللبناني وضعه وتاثير الانهيار الاقتصادي اللي حصل عليه، فهي فرصه اليوم حتى نقول اذا بدكم الجيش وبدكم الدوله تكون قويه وهي الموجوده تفضلوا دعموها ودعموا الجيش، هو قادر على تطبيق كافه القرارات ويحمي لبنان، وساعتها نسحب اي ذرائع موجوده سواء لاسرائيل او اي دوله ثانيه في لبنان. كذلك الامر يعني اليوم في عندنا موضوع الخماسيه الدوليه يلي صحيح عم تتعثر بملف الرئاسه، ولكن عم بتحاول تعمل جهد تفصل بين موضوع غزه وموضوع جنوب لبنان، وتفصل بين الاحداث في الجنوب وانتخاب رئيس، لانه الكل بيعرف انه عمليا حمايه لبنان
تبدأ باستكمال أو إعادة تكوين السلطة فيه، ومن تبدأ من رأس الهرم من رئيس الجمهورية للداخل. هذا بيسحب نقطتين، أول شيء بيرد لبنان كدولة موجودة ممكن تكون موجودة على طاولة مفاوضات مقبلة بعد حرب غزة. ثاني نقطة بتسحب أي ذريعة للفتنة، لأنه اليوم في عنا فريق لبناني معتبر حاله مستثنى وصار خارج إطار الدور في الدولة اللبنانية. يعني عم نشوف نحن عم نجي المفاوضين الدوليين من البر عم يلتقوا مع رئيس الحكومة ومع رئيس مجلس النواب، يعني تم تغييب موقع رئيس الجمهورية، وفي فريق من اللبنانيين عم يشعر أنه هو غير معني، لا يؤخذ برأيه بقرارات الحرب والسلم، لا يؤخذ برأيه بالمفاوضات، وحتى عم بيحاول فريق آخر يفرض رئيس على لبنان، وخاصة التركيبة الطائفية طالما هي مستمرة ما فيها تكون مستمرة على جزء من اللبنانيين ويستثنى منها جزء آخر. فكل هذا الأمور هو الأساس اللي عم بيضعف الموقف اللبناني، واللي عم بيكون إذا بدنا نسميه مصدر لفتن والإشكاليات الداخلية وعدم استقرار ولا عدم وحدة الصف ولا رؤية لبنانية موحدة تجاه القضايا الأساسية، ولا سيما مقاربة موضوع حماية حدود لبنان وحماية الجنوب وقضايا أخرى تتعلق بمستقبل المنطقة ودور لبنان فيها. نعم الصحفي الأستاذ توني بولس، شكرا لك ولمدخلتك معنا. مشاهدينا فاصل إعلاني ونعود مع حلقة جديدة من برنامج الحدث مع زميل رمز القاضي.